هذه الأعداد الكبيرة التي تفقدها تركيا تحقق أغراض عدة بالأتراك بحكم الخيانة والعمالة التي يمارسها مجموعة عصابة الصخيرات في طرابلس. هؤلاء هذه الأعداد تركيا تنظر إليها كورقة أولا تتخلص منهم لأنهم سيكونون عبء عليها في المنطقة لأنهم من المجرمين ومن المتطرفين ومن الذين قد تنتج عنهم أعمال تضر بتركيا، وبالتالي هم يسعون إلى التخلص منهم. أيضا هناك مكسب مادي من خلال بيعهم والحصول على عمولات على هذه المبالغ التي يتم الاتفاق عليها مع حكومة الصخيرات وهي أموال ليبية. أيضا النقطة الأخرى هي أن تكون ورقة ضغط على أوروبا إذا ما تم تؤديهم أن كثيرين بدأوا يفرون وهناك حراسات مشددة حول هؤلاء في مرافقتهم من خلال الحراسة لأنهم يتوقعون هروبهم. أيضا فيما لو حصل أي اتفاق يكون هنا ورقة لكسب موقف أو تحقيق مكسب للأتراك في أي مفاوضات قد تحدث. بالتالي هذه مسألة أصبحت بالنسبة لنا واضحة. ما يجب أن نقوله في هذا اليوم أننا جادين في تنفيذ ما أعلننا عنه، أننا سنستهدف أي هدف يخترق المياه الإقليمية والجوية التي حددناها والتي لها علاقة بجبهة القتال، وهذا ضمن الدفاع الشرعي والدفاع القانوني وفقا لميثاق الأمم المتحدة مادة 51 أعتقد، والتي نواجه بها الآن من خلال ميثاقها أو من خلال بنود بندها الأتراك الذين في حالة غزو وعدوان على ليبيا. والحقيقة أننا نحن نواجه الأتراك لم يعد هناك أي تواجد لحكومة الصخيرات ولكنها واجهة فقط نعم. بتركيا في الدفاع.